صبرنا 21 سنة، أكثر من كذا يعتبر عجز وليس صبر. 21 سنة صبرنا على دولة أصغر من حارة في الرياض، ولما اتجهنا للمقاطعة يا أخي لا أبيك تجيني ولا بيك ولا بيك تجيني، يعني سبحان الله إلا أزورك إلا أدخل عليك ما بيك، خلاص شكرا. تحذيرات أطلقتها حكومات السعودية والإمارات والبحرين للمتعاطفين مع قطر أو منتقدي قطع العلاقات عبر مواقع التواصل معلنين عن عقوبات نتابعها. ونفت المملكة أنها فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر، مؤكدة أنها تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان. الإماراتيين تمادوا في البجاحة وفي الصفاقة، تمادوا في إيذاء اليمنيين على الأرض. الآن الدم يسفك، من يسفك الدم الآن على الأرض؟ الإمارات.